Sabinon. Sabinon. Pelle. Né à l'époque. Mais la Mauritanie a connu une Mauritanie devant la loi, la justice, dont tout le monde continue avec l'histoire des autochtones. L'essentiel. Pitat ou Hadron. De Pitat ou l'Oumad ou le Mejas Jaoui. ندورهم مطلعات شرب اللد والشعب الموريتاني اللي هو ذاك قصر الرئاسة لين خبطوا بكوادرنا وندخلوهم بالأكراد ونردموهم بالأكراد نردموهم بالأصوات ونقبوا السلطة في البرلمان وفي البلديات وفي المجالس الجهوية. يا قائد مولي، هذا تحضير هذا الصراع المرير اللي بدأناه 2008، صراع بين قطبين، قطب فكري مغاير، القطب الفكري اللي عند النظام الحاكم من 78، نظام نهب الشعب، نهب اموال الشعب، والكذب على الشعب، والتغذيه بالشعب، وتفراق الشعب. ولا نقول ان لينا مقرشين، ان لا نصفوا المفسدين ونصفوا الناس اللي كانت موريتانيا ودمرت موريتانيا ونهبت موريتانيا، ولا يقدروا يصفوها بهذا الجمهور الصادق اللي جا لهاي القاعه البعيد من عاصمه مقطعين اوصالها بها كارفور مدريد اللي معدل فيها، وصبروا عليات وشباب من يحضروا المهرجان الى الوقت المستاخر من الليل. خالق كلمه قالها عمر وليالي سابقي، لا بد ان ينبه عليها، اعلان ودان واعلان جود والاتفاقيات ما هو شيء قال شيء وعدل ويطبق. نظام عنده السلطه وعنده السلطه التنفيذيه، يا الله يطبق ذا اللي مقتنع به ولا يكتب في التواقط. شي مكتوب في التواقط ما عنده علاقة بالواقع. الواقع ظالم، التفاوت واضح، الغبن واضح، الممارسات السيئة واضحة، حد لا هي يقضي عليها، يقضي عليها بعدالة واضحة وبحكامة واضحة وبنزاهة واضحة وعدالة واضحة واستقامة واضحة. ما يقدر قاش يعدل اتفاق سليم لا ينصف فيه الموريتانيين ويحارب فيه الغبن ويحارب فيه الاسترقاق، يعدلوا مجموعة من المفسدين اللي دمرت موريتانيا وهي اللي نهبت موريتانيا وهي اللي كرست العبودية والاسترقاق. حد هم ذاك يا الله يجيب رجالة نظيفين ومسؤولين نظيفين وحكمة نظيفة، وقطعا ذا اللي هون ما هو نظيف ولا هو حكمة نظيفة، واللي قد ينظفوا ذا اللي لا يتعطون انتم اصواتكم ان شاء الله وفي انتخابات 2013. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.